استاذ ايوه محمود فندم، خالد. ايوه فندم، ايوه سمعنا حضرتك كده. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، معلش عندي سؤال لحضرتك بس كده، يعني اتفضل. لو انا مثلا فكرت اعمل مزرعه تسمين، فايه افضل مثلا برنامج وقايه كده ضد الكوكسيديا، بس كله يبقى في ميه الشرب؟ في ميه الشرب، اه تمام حضرتك. لو انت يعني لو انت بتربي زي ما يعني يمكن ما اعرفش انت حضرت المحاضره من اولها ولا لا، الاساس ان انا امنع الاكسبوجر للكوكسيديا. تمام حضرتك. منع التعرض للكوكسيديا هيحسن لي معامل التحويل، هيحسن لي المعامل النمو، وبالتالي مش هيحصل تعرض للكوكسيديا بشكل اكلينيكي او بشكل غير اكلينيكي. لو انا استخدمت برنامج تمام حضرتك. للكوكسيديا في الميه ما استخدمتش في العلف، هيعتمد على كذا حاجه. تمام هل الفراخ اتعرضت ولا ما اتعرضتش؟ اذا كانت اتعرضت فانت بيبقى في جزء من اللايف سايكل اوريدي حصل وانت بتعالج، فده هيأثر على معاملات التحويل. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انت بتعرض الطائر لبعض الادويه اللي ممكن يكون لها تأثير سلبي على الجهاز الاخراجي، خصوصا مجموعه السلفه، لان مجموعه السلفه الحاجات اللي هي الافكتيف وفي نفس الوقت سعرها معقول، فدي اكثر شيوعا في الاستخدام. انما الاهم من كده هو الانفكشن او تريك الانفكشن اللي هتحصل ما بين العلاج والعلاج. هل هتدي لما تبان الاعراض ولا هتدي قبل ما تبان الاعراض؟ فلو انت اديت قبل ما تبان الاعراض ممكن كانك بتضرب في الهواء، انت مش عارف انت بتعالج ولا لا. طب لو اديت بعد ظهور الاعراض هيبقى في فقد بالنسبه لمعامل التحويل بالنسبه للطائر. وبالتالي هي طريقه بتستخدم ولكنها طريقه غير اقتصاديه، غير مهنيه، مش بروفيشنال. يعني عشان لو انت بتربي 50 طائر، 100 طائر، 200 طائر، ماشي، مش هيبان معاك الفرق قوي. انما لو بتتكلم مثلا في 20,000 طائر، 50,000 طائر، مليون طائر، الواحد من 10 من الكيلو جرام هيبقى يكون رقم معاك مهم قوي، سواء كجروس ريت او معاملات تحويل. يعني هو معلش حضرتك، ما ينفعش اثبت برنامج معين؟ ينفع انت عندك برامج كتير، يعني هتستخدم دواء من غير كوكسيديا، يعني علف من غير كوكسيديا، ولا هتجيب علف من السوق؟ لا، هو علف من غير كوكسيديا طبعا، اللي هو هجيبه كده يعني مثلا من السوق عادي، يعني هل ينفع مثلا ان انا اتفق مع المصنع بحيث مثلا يضيف لي الحاجات اللي انا عايزها؟ لو طبعا المصنع مش هيعمل لك علف مخصوص، لو مصنع كبير مش هيعمل لك علف مخصوص على قد كميه صغيره. ممكن لو انت عندك مزرعه كبيره بتتفق معاه على برنامج معين، او انت ماشي برنامج وقائي معين، بتقول له والله انا همشي مثلا لمده 3 شهور هضيف مثلا دايكلازوليل على العلف، او هضيف سالينومايس، 3 شهور اللي بعدها هضيف كذا. انت بتبقى عامل برنامج وقائي بحيث ان انت تحقق نوع من الروتيشن، او ان انت تعمل تغيير دوري لمضادات الاكسده اللي بتستخدمها في العلف. بس ده مفيش مصنع هيغير خط الانتاج بتاعه علشان عدد بسيط، لازم يكون مثلا يعني بيشتغل يوم مثلا كامل لحسابك. فاذا قدرت توصل للحته دي، لو انت مربي كبير هيقدر يعمل الكلام ده، لو انت مربي صغير مش هيديك علف من اللي عنده. انت وحظك بقى، عليه دايكلوزريل، عليه سلينومايسين، عليه امبرول، وانت هتستخدمه وانت مش عارف عليه ايه، لان انت بتستخدمه خلاص. فلو ظهر عندك مشكله لازم تعالجها فورا، او ما تستناش انها تظهر وتدي جرعات وقائيه. لو انت هتجيب علف بقى تكونه بنفسك، وتجيب ذره وصويا ومركزات، او ذره وصويا وجلوتين وزيت وكده، وبتعمل الخلطه بتاعت العلف نفسها، فمش هتقدر تعمل له بيلتنج طبعا، انت هتعمله العلف اللي هو الماش هتبدا تديه. يفضل ان انت هتعمل كده تحط مضاد اكسدي على العلف انت تخلطه يدوي، مش هتقدر ومش عاوز تحط، هتبدا تدي علاجات في الميه، تبقى العمر المتوقع للاصابات مثلا بتبدا عندي مثلا من 15 يوم. بيبقى في برنامج اسمه ميتافلاكتيك بروجرام، ميتافلاكتيك بروجرام، انت ممكن تستخدم ادويه معينه ما يكونش لها تاثير سلبي على الكلى بتاع الطيور، ما يكونش لها اي تاثير اخر، وبتستخدم جرعه مثلا لمده 48 ساعه وتقطع بيها السايكل بتاع الكوكسيديا. ان فرض يعني وكانت موجوده، ما كانتش موجوده فجايه انت بترمي في الهواء، وتيجي بعد 7 ايام تدي البرنامج ده تاني بحيث ان انت تعمل كات اوف للسايكل بتاع الكوكسيديا. طيب ايه عيب البرنامج ده؟ ان ممكن في خلال الدواء ودواء يحصل لك مشكله، او ان انت بتصرف دواء على الفاضي، او ان انت كان من الافضل ان انت تستخدم، او من الاوفر ان انت تستخدم برنامج وقائي في العلف بتاع الطيور، سواء هتشتريه جاهز او ان انت هتخلطه بايدك في المزرعه بتاعتك.
تمام، ألف شكر لمعلومات حضرتك يا دكتور مياد، إن إحنا بنتعلم من حضرتك والله، ده شرف فينا يعني. اهلا وسهلا، شكرا. عندك شكرا يا دكتور، شكرا حضرتك. العفو. أسئلة تانية؟ فرصة لا تعوض. أستاذنا الدكتور مجدي القاضي، يا ريت لو حد عنده أي سؤال يعني يعرضه على سيادته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور طه، دكتور مجدي، أهلا وسهلا، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. معلش أنا آسف إن أنا دخلت متأخر، بس هل حضرتك في حد سأل حضرتك بخصوص تحصين الكوكسيديا عن طريق التقطير في العين؟ هل السؤال ده انطرح على حضرتك؟ لا لسه محدش طرحه. طيب هل الطريقة دي مجدية علميا وعمليا، ولا حضرتك شايف الظروف؟ هو بص، زي ما انا شرحت في اول المحاضره، قلت ان الانفكشن لازم تحصل عن طريق الانجيشن، انت لازم تحصل عن طريق الفم بتاع الطائر، عن طريق البلع بتاع الاوسيست. وبالتالي لما اجي اعمل سيموليشن لاستخدام اللقاح لعمليه احداث العدوى الاكلينيكيه او سب كلينيكال كوكسيديوزز عن طريق استخدام اللقاح في عمر الطائر غير مهيئ للعدوى، فانا بعمل مناعه مبكره بيحصل فيها دوره ودورتين او سايكلينج واثنين وثلاثه قبل ما الطائر يوصل للسسبتابل ايج، فبيبدا يعمل مناعات. استخدام اللقاح لازم يوصل للجهاز الهضمي، لازم يوصل للامعاء بتاع الطيور، عشان هو ده المكان الطبيعي للريبليكيشن او المالتيبليكيشن بتاع الاوسيست. لو قطرت في العين الطائر ما بيقطر، بيوصل للجهاز الهضمي. قطرت في البق ماشي، حطيت على العلف ماشي، حطيت في الميه، في طرق كثيره مستخدمه لعمليه التلقيح ضد الكوكسيه، في عن طريق في سبراي كابينت، دي عن طريق ان انا برش الكتاكيت عمر يوم وهي طالعه من المعمل، فالدروبلتس بتاعه الميه اللي بتلمع كده على الزغب بتاع الطيور بتبقى بتشد انتباه الطائر ان هو يقوم واخدها من على جسم زميله، فبياخد الايه الفاكسين في الدروبلتس دي، فبتبدا السايكل تحصل للطفيل في من اول يوم. طبعا الفتره اللي انا بحصن فيها بتبقى من عمر يوم الى 5 ايام. لو قدرت اعملها في المعمل فبقلل الاستريس، ما قدرتش اعملها في المعمل ممكن استخدمها في المزرعه، اقطر في الفم، احط في الميه، احط في العلف. المهم ان الاوسيست اللي هو الفاكسين الاوسيست يوصل للجوف بتاع الطائر او الجهاز الهضمي بتاع الطائر عشان يبدا يعمل السايكل بتاعته. فانا معايا من عمر يوم لغايه 5 ايام، وعندي طرق مختلفه، كل شركه بيبقى عندها ريكومنديشنز افضل بالنسبه للقاحات بتاعتها، كل شركه بتقدم تولز وخدمات وسيرفيسز اكتر علشان تقدر تستفيد اقصى استفاده من التحصين بتاعها. زي ما قلت لحضرتك الفاكسين الاصل في استخدامه لقطعان البداره الامهات او للبياض التجاري اللي بيتربى على الارض، او احيانا بنستخدمه لفراخ التسمين اذا ما حصل عندي شكوى متكرره من استخدام المضادات الاكسده في العلف وفشلت، فانا معنى كده ان انا عندي الاوسيست اللي موجود في الفرشه بتاع العنبر ريزيستنت لمعظم، او حصل عندي مالتي دراج ريزيستنس لمعظم مضادات الاكسده، فلازم اعمل عمليه تحصين دوره او دورتين لثلاثه علشان اعمل ريبليسمنت للعتره او للطفيل اللي موجود اللي هو ريزيستنت بفاكسين الاسترين اللي هو بيبقى اكثر حساسيه للمضادات الكوكسيديا. اقدر اعمل استبدال للعتره اللي موجوده بالعتره اللقاح بعد دوره او دورتين، لو رجعت استخدم مضادات الكوكسيديا في العلف هتلاقيها ناجحه معايا. فاذا هنا في التسمين هو بيبقى ريكومندنج بس علشان اعمل ريستورنج لوضع غير طبيعي موجود عندي في العمر، انما لا ينصح باستخدام اللقاحات في التسمين بشكل عام، يعني ما ينفعش لان هو بيأثر على الجروث ريت وخصوصا في نص الدوره الاولاني، صحيح بيحصل كومباساتوري جروث في النص الثاني، ولكن برضه بشكل عام لما اتعمل مقارنه ما بين مضادات الكوكسيديا في العلف وما بين اللقاح في التسمين وجد ان اللقاحات بتبقى البنفيت بتاعتها احسن، سوري الادويه بتبقى البنفيت بتاعتها احسن، ولكن قد يكون في انديكيشن محدد لاستخدام اللقاح اذا ما الاوسيست اللي كان موجود عندي كان عنيد وما بيستجبش للمضادات الكوكسيديا. طيب معلش يا دكتور سؤال تاني ممكن؟ اتفضل. بالنسبه لمضادات الكوكسيديا، ايه مضاد الكوكسيديا اللي انا ممكن اقلق منه او اقلق بسببه على القطيع، خصوصا في وجود مضادات الميكوبلازما؟ ميكوبلازما
في وجود مضادات الميكوبلازما، ايه مضاد الكوكسيديا اللي انا اتلافاه او اتجنبه في وجود مضادات الحيويه للميكوبلازما؟ وفي بعض مضادات الميكوبلازما زي التيامولين تحديدا بيتعارض مع بعض انواع من الاينوفورز، هو مع كل الاينوفورز بشكل عام، ولكن في ثلاث انواع من الاينوفورز اكثر خطوره، هو المونينسين والسالينومايسين والناراسين. ثلاث انواع دول بيتعارضوا تعارض شديد جدا مع التيامولين. ايه اللي بيحصل؟ ان التيامولين في انزيم بيشتغل في الليفر بيعمل ديتوكسيفيكيشن للنيجاتيف افكت بتاع الاينوفورز، فالتيامولين بيعطل هذا الانزيم وبالتالي بيحصل توكسيستي من الاينوفورز الثلاث انواع اللي انا قلت عليهم. فاذا هنا طبعا ده لازم، وانا بدي هذا المستحضر او هذا البرودكت بتاع المضاد الميكوبلازما لازم اكون متاكد تماما انه ما بياخدش اي نوع من الاينوفورز وخصوصا الثلاث انواع دول علشان ما يحصلش نوع من التسمم ويحصل مشكله منه. بشكل عام في ناس بتخاف تستخدم التيامولين في التسمين علشان هو مش ضامن ان يبقى فيه خطا، او ممكن ساعات بسال في الهيستوري بتاع المصنع يقول لي انا ما بحطش مثلا سالينومايسين وبالخطا يحصل يكون كان فيه، فبيحصل عندي مشكله كبيره، وبالتالي انا بحاول اتجنب ان انا استخدم حاجه ممكن يكون فيها ريسك الا اذا كنت متاكد تماما. ممكن استبدل فيه مضادات مايكوبلازما اخرى ممكن تقوم بنفس الدور ولكن ما بقاش فيها خطوره من استخدامها. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. عفوا. في ثلاثه كانوا رافعين ايديهم، الدكتور منتصر، الدكتوره ايمان عنتر، والدكتور محمد الجيار. الجاهز فيهم يتفضل. الجيار اللي بعده تفضل. دكتوره ايمان، دكتور منتصر، دكتور عبد الباسط او الاستاذ عبد الباسط. دكتور سمعني؟ ايوه معاك منتصر يا دكتور. اتفضل. اهلا بيك. اهلا وسهلا دكتور، ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك، الله يكرمك. اتشرفنا بحضرتك يا دكتور. والله اتشرفنا بحضرتك يا دكتور مجدي، وسعداء جدا بحضرتك والله. كان بس في سؤال، ربنا يخليك عليك، كان في سؤال بس بسيط كده عايز من حضرتك. اتفضل. حضرتك اتكلمت عن الروتيشن، بس حضرتك ما قلتش يعني الافضل ان احنا نعمل روتيشن بين الدوره الثانيه، يعني كل مثلا نخلف مضاد الكوكسيديا في الدوره عن الدوره اللي قبلها، ولا الافضل ان احنا نعمل الروتيشن داخل الدوره، يعني فتره البادي وفتره النامي وفتره النهي؟ تمام، شكرا دكتور. ماشي، انا بقى في عجاله سريعه هتكلم ان برضو عمليه السويتش بتاع المضادات الكوكسيديا دي موضوع كبير جدا، ولازم يكون بيزد على الهدف بتاعي من اللي انا بعمله، ولازم اكون فاهم خصائص مضاد الكوكسيديا بيشتغل على انهي ستيج من اللايف سايكل بتاع الكوكسيديا عشان انا لما اجي اعمله يبقى بيزد على 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 وضع سليم. لازم يكون عندي في الاول اكون عارف انا عندي في حاجه اسمها ستريت بروجرام، في عندي حاجه اسمها شاتل بروجرام، في حاجه عندي اسمها روتيشن بروجرام. الستريت بروجرام ده بيعتمد على ان انا مثلا بستخدم سالينومايسين وقتلنا استخدمه سنة 2 3 4 وطول ما هو ماشي معايا كويس ومؤشراته كويسة والإنديكيشنز والماركرز عندي والإنديكيتورز كلها بتقول إن نتائجه حلوة بقتلني مستمر عليه. وبعد كده أول ما يحصل نوع من التذبذب أو التأثر في النتائج أو اللي هو الزو تكنيكال داتا اللي عندي ببدأ أوقفه وأغير نوع تاني، بنقل على جروب تاني. يعني لو أنا بستخدم أينوفور أنقل مثلا على كيميكال، استخدم كيميكال شويه وبعدين، بس طبعا لازم احط في اعتباري ان الكيميكال مش هيقعد كتير زي الانو 4، الكيميكال سترونج وبالتالي الريزيستنس بتاعته اسرع، كل ما كان الدواء اكثر كل ما كان الريزيستنس اكتر، ولازم احط في اعتباري الكروس ريزيستنس ما بين المجموعات وبعضها. اذا كنت بستخدم مثلا سينومايسين او مونينسين او ناراسين او 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 في نوع من انواع الكروس ريزيستنس، اذا كنت بستخدم مثلا تولترازوريل في الميه او بستخدم دايكلازوريل في العلف بحط في اعتباري برضو في نوع من الكروس ريزيستنس، كل ده ببدا استخدمه.
فيبقى لازم يكون بيزد على داتا تكنيكال داتا انا واخدها من الداتا بيز عندي في المزرعه قبل ما استخدم. طيب بشكل عام ده الاستريت بروجرام، ان انا بستخدم حاجه لغايه ما يبدا ايه تضعف معايا استخدم لحاجه ثانيه، او ان انا بعمل حاجه اسمها شاتل بروجرام. شاتل ده يعني زي الميكروباص كده رايح جاي، ان انا في نص الدوره استخدم مثلا في البادي مضاد، ومن النامي لغايه ما بيع استخدم مضاد ثاني. ممكن استخدم في الاولاني مثلا ايونوفور، واستخدم العكس كيميكال في النص الثاني، او العكس على حسب بقى مواصفات المضاد اللي عندي او الهيستوري اللي انا بستخدمه قبل كده. النقطه الثانيه بتخش في الاعتبار، انا في الصيف ولا في الشتاء، لان في ادويه بتعمل نوع من الاحتباس الحراري ما اقدرش استخدمها في الصيف، في ادويه مثلا بتسيب ريزيديوز ريحه فانيليا مثلا في لحم الطائر ما استخدمهاش، في حاجات بتسيب حاجات في البيض، كل دي الداتا دي لازم اكون عارفها. فانا عندي النقطه الثانيه، عندي هيستوري من اصابه جديده ولا الامور ماشيه معايا كويسه؟ لو عندي هيستوري من اصابه جديده لازم اعمل حاجه اسمها كلين اب. كلين اب ان انا بس بطلع من برنامج ايونوفور استخدم برنامج سترونج كيميكال، ان انا بعمل كلين اب بنظف العنبر بطريقه بيولوجيه من النمبر بتاع الاوسيس، انزل بيه نزول معنوي. يعني لو عندي مثلا كذا اوسيس في الجرام ينزل هذا الرقم الى ادنى مستوى له، وبالتالي هنا بعمل حاجه اسمها تنظيف ذاتي باستخدام مضاد الكوكسيدي. المحاضره دي محاضره اصلا كبيره، بس انا بديك فكره كده مبسطه. القطعان البياض بعمل حاجه، او الثانيه بعمل حاجه اسمها روتيشن، وممكن يمشي في التسميم برضه، ان انا استخدم دورتين ثلاثه مضاد معين وبعدين استخدم مضاد ثاني. يبقى في ستريت بروجرام، في روتيشن بروجرام، في شاتل بروجرام. الستريت بستخدم لغايه ما يضعف، الروتيشن بستخدم دورتين ثلاثه واغير ما استناش لما يضعف، الشاتل داخل نفس الدوره بحط اثنين مستحضر، واحد في البادي وواحد لغايه ما بيع. شكرا. يا ريت تكون الرؤيه وصلت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور طه؟ اهلا بيك واهلا وسهلا. نور يا دكتور مجدي، نورنا استاذنا دكتور مجدي، منور الدنيا والله. ربنا يخليك. دايما بنتعلم من عليك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك. وسؤال بسيط جدا طبعا، يعني من ضمن معلوماتك القيمه اللي حضرتك دايما بتنورنا بيها، يعني لو حصل يا دكتور اصابات شديده بالفعل، وحصل اصابه شديده، ايه الاجراءات المتبعه اللي نقدر نتبعها عشان خاطر يعني نسيطر على العنبر؟ لو حصل اصابه شديده جدا، ايه الاجراءات اللي ممكن نتبعها عشان نقدر نسيطر على العنبر؟ يعني اول حاجه طبعا بشوف الكثافه بتاعه الطيور على العنبر، اذا كان في كثافه عاليه جدا بحاول اوسع الطيور دي عشان اقلل النمبر اوف سبوليشن، اذا كان فيه هيوميديتي كتير في الفرشه بقلل. ده بالنسبه للجزء الخاص بالمانجمنت، جزء خاص بالعلاج بدي علاج فورا للطيور، وبحط في اعتباري اللي ممكن يبقى فيه نوع من الريزيستنس. في ادويه مثلا زي التولترازولين من الادويه القيمه جدا اللي موجوده في السوق، ولكن ممكن اكون بستخدم دايكلازولين في العلب، معنى ان حصل عندي اصابه في وجود الدايكلازولين فمن المحتمل ان يبقى فيه كروس ريزيستنس للتولترازولين لانهم قريبين من بعض في الكيميكال ستراكشر بتاعه، وبالتالي بقى انا مضطر استخدم مركبات اخرى زي السلفونامايد او سلفونامايد مع الامبرول او سلفونامايد مع الامبرول مع الدايفيردين، اي حاجه ضد الكوكسيديا. دي نقطه علاجيه. النقطه الثانيه نقطه سبورتيف، ان انا ببقى عارف ان بيحصل الابيثيليال او الميكوزا بتاعت الامعاء بتتاثر، فببدا بدي حاجه عشان يحصل هيلينج للميكوزا بتاعت الامعاء. من اشهر الحاجات دي طبعا فيتامين A، الهي سيلينيوم عشان يرفع المناعه بتاع الطائر، فيتامين كي عشان يقلل النزف اللي ممكن يحصل عندي. اذا كنت بطفي على الطيور بحاول انور لها عشان يبقى في فرصه انها تشرب ميه خلال ال 24 ساعه، فببدا ادي العلاج ده. والعلاج ده مجرد ما الحاله تتحسن معايا بدي علاج لمده 3 ايام، وبعمل كات اوف للعلاج لمده يومين، وبرجع ادي يومين ثاني علشان ما يحصلش ريكرنس للانفكشن، لان ما زال الطفيل موجود، فممكن يحصل ان يحصل ان الفراخ اللي ما كانش اصيبت وخدت العلاج فما تعرضتش تصاب تاني، فبحاول ان انا اعمل كنترول لمده 5 ايام علاج مقطوعين بيومين راحه عشان اخفف العبء عن الكلاوي او الكلى بتاع الطيور اللي بتاخد العلاج. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور طه؟ ازيك يا استاذنا دكتور مجدي؟ كل عام وحضراتكم طيبين. وانت بصحه وسلامه. بعد اذنك يا دكتور، في سؤال، في ساعات المزرعه ممكن
او هل المزرعه في الدوره الواحده ممكن تنضرب بكوكسيديا مرتين؟ يعني ممكن تيجي في العمر الصغير وممكن تيجي في العمر الكبير. لو حضرتك حضرت المحاضره هتاخد بالك ان في بعض انواع من الكوكسيديا بتعمل مناعه بعد اول تعرض او ثاني تعرض، وفي انواع محتاجه الى خمس تعرضات، خمسه اكسبوجر عشان تعمل مناعه. فمن الوارد يعني لو بنتكلم على ايميلانيكاتريكس ممكن تيجي مره واثنين وثلاثه عشان تكون مناعه. فانا مش هستنى لما يحصل كده، انا بدي برنامج وقائي عشان ما تحصلش من الاصل، واذا حصل نتيجه قصور في اي حاجه او اي مشكله ان انا بتدخل بعلاج الميه علشان اسيطر على الوضع. مظبوط مظبوط. شكرا دكتور. العفو. دكتوره ايمان عنتر. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ شكرا على المحاضره القيمه دي. انا بس كنت عايز حضرتك بالنسبه للبرايلر، انا ما بقدرش ادي الفاكسين اللي هي مره واحده، فبيديني بعد مناعه بعد ثلاثه سايكل وخلاص، والفراخ بتتذبح. بالنسبه بقى للاير والبريدر، لو استخدمت الفاكسين هيديني مناعه قد ايه، وانا محتاجه اكرر التحصين تاني ولا لا؟ لا معلش قولي تاني الدكتور. دكتور ايمن سؤال تاني بالنسبه للتحصين. ايوه، لو انا جبت تحصين للاير او البريدر، طبعا هي تحصين في اللايرز او البريدرز بتديني مناعه من بعد ثلاثه سايكل. المناعه دي ثلاثه سايكل على حسب السبيش. في حاجات هتديني بعد 3 سايكل، في حاجات بتديني بعد 5 سايكل و6 سايكل. يعني لو بتكلم على ارميلا تينيليا، تينيليا محتاج ل 3 ل 4 سايكل. سكسسفول سايكلينج، خلي بالك خدي خط تحت كلمه سكسسفول. والتنكاتريكس من 4 ل 5 او من 5 ل 6 احيانا. تمام، ده بالنسبه للفاكسين. انا بتكلم على الفاكسين يا دكتور. هو هيديني مناعه. وانا برضو بتكلم على الفاكسين. تمام. طيب يا دكتور، المناعه دي هتقعد قد ايه؟ انا محتاجه اقرر الفاكسين تاني؟ لا مش هقرر الفاكسين، هو الاو اس اس هيبقى موجود فور لايف. بعد كده بيحصل ايج ريزيستنس، الطائر بعد كده بيبقى خلاص عنده مناعه عمريه او مناعه ذاتيه، مش هيحصل له كوكسيديا. اذا وصل اللي هو اتعرض لخمسه سته سايكل من الكوكسيديا خلاص، هيبقى في توازن ما بين الاميونيتي بتاع الطائر والنمبر اوف او اس اس اللي موجود في الفرشه، ده هيبقى كفيل بان هو يخلي الطائر هيلثي او ان هو سليم بعد كده، مع طبعا التقدم في العمر بالنسبه للطائر فبتقل السسبتبيليتي للكوكسيديا. معنى كده يا دكتور ان في الفتره دي انا مش هغير الفرشه خالص؟ لا فتره تغيير فرش، انا قلت ان احنا في الفرشه بنعمل العكس. ده انا لما بوسع للطيور بنقل جزء من الفرشه القديمه على الجزء الجديد اللي بعمل فيه توسعه، علشان انقل جزء من النمبر بتاع الاوسيست بتاع الفاكسين للطيور اللي هتوسع. علشان في حاجه مثلا من ضمن الحاجات الميلانيكاتريكس بتبقى يعني حساسه قوي للديستيكيشن او للجفاف، فانا حتى لو الفرشه جافه بيفضل ان انا اعمل سبرينكلينج للميه او اعمل سبراي لبعض جزء من الميه في الفرشه علشان اضمن حد ادنى من الرطوبه في الفرشه ما يقلش عن 30% 30 ل 40%، عشان اضمن جود سبوريليشن اوسيست واضمن السكسسفول ريسايكلينج للطفيل بتاع الكوكسيديا اللي هو موجود في الفاكسين. شكرا لحضرتك. عفوا. اي اسئله ثانيه؟ مين رفع ايده؟ مساء الخير. مساء الخير يا فندم. الدكتور مجدي عبد الواحد. اهلا بيك دكتور مجدي. اهلا وسهلا دكتور مجدي عبد الواحد. اهلا وسهلا. اتفضل يا دكتور. اهلا يا دكتور. حضرتك كنت بتقول لنا ان الفراخ البياض او الامهات بندي انتي كوكسيديال لغايه قبل انتاج البيض ونتوقف عشان نعمل اميونيتي ونعمل مناعه، تتخلق مناعه عندهم. طب لو بدا انتاج البيض وجينا في الاسبوع ال 30 مثلا وحصل كوكسيديا، ايه انسب انتي كوكسيديال ندي للبياض؟ وهل ده هياثر على انتاج البيض ولا لا؟ لو حصل عندي فشل في عمليه الاميونيزيشن سواء باستخدام الادويه الوقائيه في العلف او باستخدام اللقاح والفراخ بدات تبيض وحصل اوت بريك للكوكسيديا، او ان انا كنت بربي هذه الطيور على بطاريات ولسبب او اخر نزلت الفراخ دي على الارض
فهي كومبليتلي او فولي سسبتابل للكوكسيديا. فاذا حصل طبعا اوت بريك لو انا متاكد ان انا ما عملتش مناعه لازم احط دواء حتى ادويه اقل الادويه تاثيرا على الانتاج واقل ادويه تاثيرا على الطائر. يعني لو انا مش متاكد وحصل عندي اوت بريك لازم طبعا هدي ادويه توقف النشاط بتاع الكوكسيديا وتعمل ترجع الطائر لحالته الصحيه الطبيعيه وحالته الانتاجيه. لان طبعا بدون شك طالما حصل كوكسيديا في عمر 30 اسبوع دي طبعا بتبقى كارثه، لان 30 اسبوع ده هو البيك بتاع البرودكشن لمعظم الطيور، وبالتالي هنا هيحصل وقعه جامده قوي في الانتاج، فهتاثر سلبي على البروفيتابيليتي بتاعه المربي وعلى الحاله الصحيه بتاع الطيور، وهتفتح باب كبير جدا للمشاكل الصحيه. ففي الحاله دي لازم ادي ادويه تكون امنه بالنسبه لانتاج البيض، تكون امنه حتى على الجهاز الاخراجي بتاع الطيور، ما يكونش لها تاثير سلبي ايضا على الانتاج على المبيض او على البيض نفسه على تكوين القشره. احنا عارفين ان السلفه طبعا بتاثر تاثير سلبي على الانتاج، فبيبقى من الحاجات المحظور استخدامها اثناء الانتاج، علشان هي اصلا حتى لو كنت كليمه وانا بالخطا اديت سلفه او معظم انواع السلفه بتاثر على التكوين القشره على البيض، وبالتالي بتنزل الانتاج. في ادويه ثانيه، في بدائل كتير موجوده. انا زي ما قلت كده انا عندي ثلاثه كاتيجوري موجودين الاساسيين، اللي هو التولترا زوريل، الامبروليوم، او السلفونامايد. السلفونامايد الحاجات الكويسه الافكتيف لها تاثير سلبي على الانتاج، فهيحظر ان انا استخدمها اثناء الانتاج. فيبقى عندي بديلين ثانيين، ممكن التولترا زوريل او الامبرول اد استخدمه، او في بعض انواع من السلفونامايد زي السلفوكولازين لها مينيمم افكت على الانتاج، ممكن استخدمها في هذه الفتره عشان بس اعدي بالمرحله يعني. شكرا. شكرا. عفوا. انا شايف محمود خالد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذن دكتور العوده تاني سؤال تاني، معلش يا دكتور مجدي، احنا طبعا احنا متشرفين بحضرتك النهارده، واللقاء الممتع ده مع حضرتك مش هيتعوض يعني. اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا دكتور. بعض مصانع العلف دكتور مجدي، بعض مصانع العلف ما بتحبش ان هي تشتغل بمضادات الكوكسيديا في العلف، وبتكتفي ان المربي يحط مضادات كوكسيديا في الميه. وهل هذا جائز؟ وهل ده يقدر ان هو يعني لو حصل اصابات كبيره يتغلب عليها؟ وهل ده يؤثر على معامل التحويل لو ما ضافش؟ فعاوزين ايه راي حضرتك يعني؟ طبعا يعني انت بتستخدم دواء ما انتش متاكد عليه مضاد كوكسيديا، او ما انتش عارف حتى اسمه مضاد الكوكسيديا، ده حاجه في منتهى الخطوره، وخصوصا اذا كنت عندك انتاج كبير او بتتكلم في انتاج مكثف او حاجه بتشتغل بشغل بروفيشنال، فانت حاسب كل يعني جنيه بتصرفه فين وبتصرفه ازاي، فان انت مش عارف فهيبقى انت في خطوره ان انت يجي لك صادن اوت بريك من الكوكسيديا، او ان انت تفاجئ اخر الدوره ان انت عندك معامل تحويل وحش، او ان انت مثلا متخيل ان انت حاطط مثلا سالينومايسين فانت عارف الفيكاسي بتاع هذا المستحضر، وتفاجئ ان انت مثلا في مستحضر تاني اضعف منه او اقل منه في الكفاءه، او محتاج مثلا فراخ تقعد عمر اطول عشان تستفيد منه. كل دي عوامل بتاثر سلبا على الكوكسيديا، على نجاح الدوره. مهم جدا ان الشركات الجيده والتي تحترم العميل بتاعها وبتحترم اسمها، انها كل حاجه تبقى مكتوبه على الليفلت بتاع المستحضر بتاعها او العلب بتاعها، تكون مطابقه اللي جوه الشكاره. يعني حاطط بروتين اربعه مثلا، بنتكلم مثلا بروتين في 25% بروتين مثلا، او 23% بروتين، او 18% او نوع، يبقى فعلا في كده. حاطط مضاد كوكسيديا سالينومايسين، يكون فعلا في سالينومايسين. حاطط مثلا مش حاطط اي انواع من الفيد اديتيفز اللي ممكن يبقى لها تاثير سلبي، يكون فعلا ملتزم بهذا الكلام. يكون بيستخدم صويا مثلا وكورن صويا رشن، ما يكونش حاطط اي اضافات من اصل حيواني زي العظم زي اللحم زي او سمك. ايوه عذرا يا فندم لو سمحت، هل ممكن يا فندم مصانع العلف تستخدم مضادات الكوكسيديا مثلا سالينومايسين ايونوفورت، تستخدمه من الـ من الـ من الـ من الفتره اللي هي بقى اللي هي تتجنب فتره التحضين، يعني اللي هو ما يستخدموش في فتره البادي،
يستخدموا فرضه النامي والناهي، هل ده يجوز؟ لا طبعا، كل مستحضر من المستحضرات لازم نبقى عارفين نقطه مهمه، ان في مستحضرات فتره السحب بتاعها مثلا من 3 لـ4 أيام قبل الذبح، او في مستحضرات ممكن 24 ساعه، في مستحضرات 7 أيام، في حاجات مهمه قوي. انما خلينا نتكلم على مواصفات المستحضر الكويس. مواصفات المستحضر الكويس ان هو يكون افكتيف بشكل عام، وافكتيف على الديفرنت سبيشيز بالتساوي، يعني بيأثر على النيكاتريكس، بيأثر على التنيلا، بيأثر على الماكسيما، بيأثر على سيلفولينا، يكون له شورت ويزدرول بيريود. كل دي نقط مهمة قوي علشان أقدر أستخدم هذا اللقاء المستحضر. الأصل في الاستخدام هذه المنتجات إن أنا اللي بقول للمصنع أنا حط لي في البادي بتاعي سالين وايس، او حط لي دايكلازورين، او حط لي امبرول، او حط لي كذا، يعني حسب النوع اللي انا محتاجه، وحط لي في النامي والناهي كذا، عشان انا عارف انا بعمل ازاي وبعمل روتيشن ازاي، او بعمل يعني تغيير من مضاد لمضاد بيزد على ايه. انما لو انا باجي وانا مش عارف هو بيحط ايه، انا كده مش هقدر اعمل كنترول للنتائج عندي بشكل محكم. شكرا جزيلا. عفوا. انا شايف الدكتور محمود خالد او الاستاذ محمود خالد. ايوه رافع ايده من بدري. ايوه دكتور تمام تمام حضرتك. معلش حضرتك يا دكتور، احنا عارفين ان الفانكشن نفسها لو زادت الرطوبه فيها بزياده عاليه كده هتنشط موضوع الكوكسيديا زي ما حضرتك قلت كده. تمام. الفكره احنا في العمر الكبير كده مثلا، احنا في التسمين عموما يعني بعد العشرينات مثلا الرطوبه بتاعت الفانكشن بتزيد، سواء ان كان مثلا باد فنتيليشن او مثلا بسبب خطا من عامل كب ميه او حاجه كده على الفرشه. تمام. فالافضل هو تقليب الفرشه عشان نتخلص من النقطه دي، ولا نشيل الفرشه خالص، ولا ايه الحل الامثل يعني الموضوع ده؟ والافضل اصلا ان انا ما اوصلش للمرحله ان يبقى عندي رطوبه عاليه. ليه؟ ان الرطوبه عاليه مش هتبقى مشكله بتبقى هتنعكس على الكوكسيدا بس وعلى الوظائف بتاع الامعاء فقط، ايضا على الديكومبوزيشن او التحلل بتاع الفرشه وتصاعد غاز الامونيا اللي هو هيأثر لي سلبا على الجهاز التنفسي. فاحنا بنعاني عندي، انا الطائر عندي عباره عن 3 أجهزة مهمه، وطبعا في اجهزه كتير جدا، ولكن عندي 3 أجهزة حيويه قوي مهمه في طائر التسمين. الجزء الاولاني الجهاز الهضمي اللي هو المكنه بتاع تحويل العلف للحم، الجهاز التنفسي اللي هو اصلا بياخد الاكسجين علشان يوصل كل الاغذيه عن طريق الدم لكل جزء في جسم الطائر، والجزء الثالث المناعه او الجهاز المناعي المسؤول عن الاستجابه المناعيه للتحصينات. فلو اي واحد من الـ3 أجهزة الحيويه دي تتاثر سلبيا، فطبعا ده هينعكس على حيويه الطائر وصحته، هينعكس على الكفاءه الانتاجيه بتاعته، وبالتالي انا بربي علشان اكسب عشان استفيد، وبالتالي انا لازم اصحح او حاطط عيني على الـ3 فاكتورز دول، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، جهاز مناعي بتاع الطائر، عشان اضمن نجاح عمليه التسمين نفسها. ما اسمحش ان الرطوبه تزيد في الفرشه واقول اغير الفرش. طبعا الحل اللي وصلت كده غير الفرش، بس انا عمليا مش ده، في امريكا او في بعض الدول بيستخدم نفس الفرشه مره واثنين وثلاثه، يعني هي نفس الفرشه يقدر يستخدمها، بس هو ما عندوش مشاكل لان هو ما يعمل ريسايكلينج او يغير قطعان على نفس الفرشه، هو بيستخدمها بشكل يعني احترافي، وفي نفس الوقت ما عندوش مشاكل ممكن تقعد من دوره لدوره. احنا هنغير من دوره لدوره وهنطهر وكده، انما اثناء الدوره نفسها احاول احافظ على الفرشه ان هي تبقى كلين، يعني ناشفه جافه، وفي نفس الوقت نظيفه ما يحصلش فيها تجلفات على السطح. لازم اكون التهويه تكون جيده، التهويه جيده دي كفيله بان هي تقلل الرطوبه، كل ما الهواء اتحرك جوه العنبر كل ما ادى فرصه لان الرطوبه تطلع بره العنبر، كل ما ادى فرصه للرطوبه للغازات السامه زي الامونيا ثاني اكسيد الكربون او الحاجات الناتجه عن عمليه التدفئه تطلع بره العنبر، العوادم اللي هي موجوده دي كل ما ده طلع كل ما انا حافظت على الفرشه سليمه والجهاز المعوي سليم، حافظت على الهواء نظيف وجهاز التنفس نظيف، الطائر بينمو وبياكل طبيعي، جهاز مناعي كويس، بيتحصن كويس، بيستجيب كويس، كل ده مهم قوي عشان انجح بالموضوع كله على بعضه. انا مش باخد جزء بعالج جزء على حساب جزء، لازم المنظومه كلها تكون ماشيه بشكل ناجح مع بعض. تمام، الف شكر لحضرتك يا دكتور. عفوا عفوا. اي اسئله تانية؟ احنا ارهقنا دكتور مجدي جدا، لكن لو في حد عنده سؤال.
عموما يعني هو في سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور طه؟ اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا عبد الرحمن. معك. اهلا بيك يا استاذ عبد الرحمن. الله يكرمك. ازيك يا دكتور مجدي؟ الله يكرمك. الله يعزك. لو انا سؤال بس دكتور مجدي. متشكر حضرتك جدا على المعلومات الجميله دي. ربنا يجزيك عنا خير يا رب. كنت بستاذن حضرتك لو انا بربي في بطاريات، فهل انا عليا يعني في مشكله بالنسبه لي في موضوع الكوكسيديا او الكولستريديا بدرجه ما، ولا انا عادي جدا ما استخدمش اي مضاد كوكسيديا او كولستريديا يعني وانا شغال، او اقلل منهم باكتر درجة ممكنة عشان أوفر كمان على نفسي مصاريف يعني. متشكر جدا. طبعا أنا لو بربي في بطاريات ما أناش محتاج أحط مضاد كوكسيديا في العلف خالص، لأن في الدروبنج بتاع الطائر أو الزلق بتاع الطائر مش طائر مش واقف عليه، ده بينزل وبيتجمع عن طريق إدراج أو بيتجمع عن طريق سير خلاص، ففي بارير أو في حاجز أو في مانع ما بين الطائر والفضلات بتاعته، وبالتالي مش هيجيله كوكسيديا خلاص. ده بشكل عام. والهدف من البطاريات هو انتاج مكثف، ان انا على المتر المربع بربي عدد اكتر من الطيور، وفي نفس الوقت بوفر في مضادات الكوكسيديا وبمنع الامراض المترتبه على الاصابه بالكوكسيديا. وان كان الكوليستريديا زي ما قلت لحضراتكم في الاول موجوده في الامعاء بشكل طبيعي بتاع الطائر، حتى الطائر السليم، ولكن في مرحله عمريه معينه قد تنشط بنسبه 90% بتنشط بعد الكوكسيديا، ولكن في حالات اخرى 10% 15% 20% نتيجه اصابات في الامعاء بتاع الطائر، التهابات لسبب او لاخر، او لمجرد تغيير العلف من علف بادي الى علف نامي او من نامي الى ناهي، فبيحصل نوع من التاثر للحركه الفسيولوجيه بتاعه امعاء الطائر، فبيحصل نوع من يعني الاستجنيشن شويه او الاستاسيس للامعاء بتاع الطائر، الحركه الدوديه دي لما بتيجي واحد بياكل اكل معين وتيجي اكله اكل تاني، طبيعه المكونات في الامعاء عشان تتعرف على المكونات فحركتها بتقل، البلعه بتاعه العلف بتاخد من 4-6 ساعات من اول ما ياكلها الطائر لغايه ما تطلع في الفضلات، فبعد ما بغير من بادي النامي فالبلعه دي ممكن تاخد وقت اطول، تاخد 7-8 ساعات، فالاستجنوز الركود اللي بيحصل في حركه الامعاء ديت ممكن ينشط الكوليستريديا شويه، فممكن في الفتره ديت انا بدي جرعات وقائيه للكوليستريديا. احيانا بره في بعض العلايق اللي بيستخدموا فيها الشعير كاحد المكونات، تغيير جزء من الذره بالشعير بيزود السسبتابيليتي، بس احنا ما بنستخدمش ده في مصر، ما عندناش الـ يعني الترند ده ما بنستخدموش اصلا، فما بتحصلش عندنا، انما مجرد تغيير او تغيير العلف نفسه بيعمل كده. المكونات بتاع العلف في البادي لو تلاحظ في البادي بيبقى نسبه البروتين عالي والطاقه قليله، لما بيجي يغير لبروتين اقل شويه الطاقه اعلى فبيضطر يحط زيوت على العلف، الزيوت دي او الدهون اللي بيحطها على العلف هضم الدهون بيبقى اصعب شويه، بيقلل حركه الامعاء، وبالتالي الركود اللي بيحصل في الامعاء ده ممكن يدي فرصه للكوليستريدا انها تنشط. واحنا عارفين الكوليستريدا ما بتنشط بتعمل ايه، السموم بتاع الكوليستريدا دي من السموم القويه جدا، السميه ال LD50 بتاعه السموم بتاع الكوليستريديم بالفرنجس اللي هي بتعمل النكروتيك انترايتس في الطيور، السميه بتاعتها بتعادل سم ثعبان الكبرى 200 مره، وبالتالي الحته الصغيره كولين اللي بتحصل بتموت مكانها، تلاقي فيه نكروتيك فقاعي، نكروتيك فقاعي جايه نتيجه من مستعمره بكتيريه نشطت في الحته دي، فتلاقي نقط عامله زي الربضه كده على الجدار بتاعنا معاه من جوه او من بره باينه، دي نتيجه نشاط الكوليستريديم. ممكن انا بقى في الفترات البينيه ما بين العلف البادي او النامي او النامي والناهي ان انا بدي جرعات وقائيه للكوليستريديا اذا كنت بربي في بطاريات من غير مضاد كوكسيديا. احيانا لو البطاريات بتاعتي مش نظيفه قوي، السلك بتاعها مش بيعدي الدروبنج بتاع الطائر وجزء منها بيبقى عالق على الشبك، فبيحصل ان الطائر ينقر فيها وانا شايف كده وشايف ان اللي عندي الارضيه بتاعه السلك مش مظبوطه او مش واسعه بالشكل الكافي او ما بيحصلش ان الدروبنج بتنزل، ممكن ادي جرعات بسيطه من الكوكسيديا في اعمار كده كل مثلا 10 ايام ممكن ادي 48 ساعه كده كنوع من الوقايه، كنوع من التامين بس فقط، انما مش محتاج ان انا احط حاجه على العلف. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. العفو. شكرا.
في نهاية المناقشة المفتوحة باسمكم وباسم منتدى دلتا فيت لتبادل الخبرات بنتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا الرائع دائما الأستاذ الدكتور مجدي القاضي على المحاضرة القيمة والمعلومات الغزيرة اللي بتمس كل واحد يشتغل في صناعة الدواجن. مرض اقتصادي خطير جدا بيأثر على الإنتاجية والربحية بشكل مباشر. الدكتور مجدي بيه سيكون معنا قريبا بإذن الله يوم 18/11 في هنتكلم عن الكولستريديا أيضا. ويعني كل أي حد عنده أي أسئلة ممكن ينزلها على صفحة المنتدى ويعني نرجع للدكتور مجدي وهيجاوب على أي أسئلة لحضراتكم لأن بالفعل احنا بنحبكم جدا جدا. بتمنى ليه كل التوفيق والنجاح وبقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. والآن يعني موعدنا مع حضراتكم إلى مسابقة يلا بينا نعرف اللي تعودنا مع بعض إن احنا يعني نطلقها بعد الديسكشن. الأسئلة